اعتقد لي بانه لا اخلاقي ومنحط والتصرف ارعن من هذا النكره اللي اسمه ملال. يعني تصرف لا يليق يعني بصفته كمواطن مغربي اول حاجه، لان المواطنه فقدت، لا اعتبره مغربيا واجرده من مغربيته، لانه لا يطعن في المؤسسه الملكيه، اذا لا مغربيه له. المقدسات فوق اي اعتبار. اولا على حسب المحتوى ديال يعني اللي كيكون في التواصل الاجتماعي، لا تيك توك ولا في فيسبوك ولا انستغرام، يعني كاينين بعض الناس اللي كيلقاو راسهم صدفه في وسط واحد يعني شهره، ولكن ما كيستحقوهاش لانهم ماشي على درايه بها، وما خص يكون عندهم تكوين ويكون عندهم تاطير ويكون عندهم مستوى عالي من 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 التعليم ومن الثقافه ومن من يعني من إلمام جميع الامور الثقافيه السياسيه الاجتماعيه، ويكونوا على درايه بما يقولونه وبما يصرحون به، ويتحمل مسؤوليه جميع ديال التصاريح ديالهم، ويتحمل جميع ديال يعني المداخلات ديالهم كتكون كيدخلوا في الوقت يعني اللي خصو يدخل. وثم على واحد القضيه اللي خصها تطرح، بان على حسب الاشخاص اللي كتعطى لهم الشهره خصك تعرف لمن يتعطى الشهرة، يعني ماشي من هب ودب يتعطى لي الشهرة، لأن كاينين الناس اللي يستحقون ولا يظهرون.